بزنس سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم بزنس سبور. كما تعودتوا معنا كل نهار جمعه تقعدوا معنا سوا من زمان من 8 حتى للتسعة متاع الليل. اليوم الجمعه 3 مارس 2023. كيف كامله ترافقكم اليوم؟ رانيا في الاخراج, عايشه في الديجيتال, معكم اسامه كوتي ميكرو. اليوم باش نحكيوا على رياضه التجديف, نحاولوا انه نحكيوا اكثر تفاصيل كيف العاده في الاعداد العام للحصه. ويرافقني في الميكرو رفيق الهرقام العليم المختص في الاقتصاد الرياضي. مرحبا رفيق, يعيشك بارك الله فيك. نرحبوا بضيفنا سي فيصل السولة, المدير الفني للجامعة التونسية لرياضة التجديف. مرحبا, يعيشك. شنو احوالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم اخترنا نحكيوا على رياضة, هل النجم رفيق نقولوا اللي هي شعبية والا لا؟ دابور فرحان برشا اني نستقبل سي فيصل, وسي كلكان انسان معروف بالمستوى نتاعو الفني والمستوى الاخلاقي, هذه حاجة تفرحني برشا. اثنين, مانيش مختص برشا في رياضة التجديف, لكن بحكم المعرفة متواضعة متاعي, خبرة متواضعة في الميدان هذا, الرياضة هذه رياضة ناجحة, رياضة عندها سمعة باهية, فوالا عندها سمعة باهية, رياضة إذا نقولوا مقياس الشعبية سيرتينمون ما عندهاش نفس شعبية الرياضات الجماعية وبعض الرياضات الفردية, لكن إذا ناخذوا نقولوا الرياضة ساعة كيما حكينا المرة اللي فاتت الرياضات اللي نجيبوا فيهم رياضة نخبوية, مش نقول نخبوية في الصنص اللي الصنص الإيجابي متاع الكلمة, في المعنى الإيجابي رياضة نقول نظيفة, رياضة تخدم برشا الجانب البدني والجانب العقلي والجانب النفساني زادة, رياضة مظلومة عالمية كما برشا رياضات فردية يفوصها لوروكونيتر معناتها, ورياضة تجيب ألقاب. إذا ناخذوا الرابور ما بين الاستثمار والكو قداش تكلف وقداش تجيب نتيجة, رياضة ناجعة برشا, تريزي فيكاس, يعني الفلوس اللي تتحط فيها 10 مرات كيف تحط في رياضة أخرى ما تجيب حتى شيء. سامبو سا المعنى نتاعي معناتها بقى شعبية مربوطة برشا عوامل أخرى أسامة, معناتها شعبية مربوطة بالعدد المخرطين, بالتغطية الإعلامية كما قلنا, بالاستثمارات وقوة الفلوس الموجودة معناتها اللي في الرياضة باش تستقطب أنت, وكيف كيف إذا تكون رياضة شعبية تعتمد على النوادي مش الجامعة برك, على قد ما يكون عندك نوادي ويكون التوزيع الجغرافي نتاعهم في البلايص الكل, وقتها تنجم تحكي على شعبية. خلينا نقولوا رياضة نظيفة, رياضة ناجعة, رياضة تجيب ألقاب مهمة برشا, رياضة تنجم تعمل مخير إذا توفرت إمكانيات مادية بالأساس. وإحنا اليوم في استضافتنا لسي فيصل مش نتعرفوا على خبايا الرياضة هذه, خاصة في الجانب نتاعها التسييري وجانب الكلفة والجانب المالي, خاطر اليوم الرياضات الفردية مشكلتها مشكل تمويل, نحبوا نعرف قداش تكلف الأمور الفنية اللوجيستيك نتاعها, فيها ترمينولوجي معينة, فيها مصطلحات معينة, النخبة الفرق الوطنية, كما قلنا كيفاش وقداش يكلف نجيبوا أبطال على المستوى الافريقي وخاصة على المستوى العالمي, خاطر الرياضة هذه نصور قادرة توصل بين العالمية بشكل من الأشكال. صحيح, هو رفيق حكى كل شيء ذولي على صحيح, بس نجم نقول لك ما تفرق خلينا نبخوش به هو ديجا حكى على زكس الكل باش نحكيو عليهم ديجا في سويعة من زمان على الرياضة هذه, كان نقدموها للناس اللي تسمع فينا شنو نجم نقولوا عليها؟ بالنسبة للبركة لو فيك صحيح الاستضافة سي امبورتون كو معناها نحكيو على الامباكت ايكونوميك ونشوفوا الرياضه من جانب اخر من زاويه اخرى, وهي زاويه مهمه معناها زاويه الماليه, يعني لو كوتي ايكونوميك مهم جدا باش ترفع بالرياضه هذه. اون بلوس معناها معناها كومون اريفي ا ديفلوبي سات اكتيفيتي وتعطي معناها الاشعاع نتاعها وتاخذ حقها. ساعة قبل كل شيء المستمعين يجمعك شنو معناها تجديف, ساعة تجديف بالسوري افيرون بالانجليز روينغ هي شبه الكاياك, ثم الناس برشا تفهم الكاياك زاد برشا يخلطوا التجديف مش ما نخلطوش ما بين التجديف والكاياك, زوز رياضات اولمبيه, واحده فيها 14 ايبروف اللي هي الافيرون تجديف, والاخرى فيها 16 ايبروف, معناها باش تعرف قيمه ما بين الكاياك والافيرون عندك 30 ميداليه, قريب شويه للاتليتيزم وقريب شويه للناتاسيون لمغروبين بالارقام, خاطر مهم كي باش تقارنها بالرياضات الجماعيه تلقى الرياضات الجماعيه يلعبوا على ميداليه واحده في الالعاب الاولمبيه, ميداليه واحده او ميداليتين اذا كان الذكور والاناث باش ما نظلمهمش. بالنسبه للتجديف طبعا التجديف معناها كيما الفلوكه نتاع الصياد
يجدف ويشوف بالمقلوب، يعني ما يشوفش قدامه، يشوف من تالي كيما لكن الخلاف هذاك وانه اللي يعرفوا شويه الفلوكه نتاع الصياد، احنا الكرسي يتحرك معناها باش تبقى ضربه اطول، لكن الفلوكه ديفلوبي اكثر، والفلوكه مش رزينه كيما عند الصياد، الفلوكه نتاع واحد بركه توزن 14 كيلو، الفلوكه بالكربون، الفلوكه فيها عرضها تقريبا 30 سنتيمتر، طولها 8 متر، جويده معناها على الاخر، معناها من ناحيه التصنيع نتاعها تصنيعها مقلف، كيما نحكيو في السيكليزم، نعمل مقاربه اللي يسمع يسمعوا فينا في الراديو، معناها في السيكليزم ما تنجمش تعلم واحد السيكليزم فوق بسكليت نتاع حليبي، مع احتراماتي للحليبيه بيان سور، دونك مش البسكليت العاديه نتاع سيتين بسكليت كي كوت معناها انورميمون شير، معناها تو البسكليت راه توصل 15000 فرو 10000 فرو، داكور، احنا في التجديف القارب نتاعنا باش نقرب للعباد، يعني يعني القارب صناعه ايطاليه او المانيه اللي هما اغلى قوارب في العالم، يعني تتراوح بالنسبه للمونوبلاس ما بين 12000 و 15000 يورو القارب الواحد، يتكلف فلو. والمصانع احنا اللي ياخذوا فيهم، يعني ناخذوا في الصنع الصيني يعني في 5000 دولار. شوف اسمع، بالنسبه للتكلف هنا نحلوا قوس وممكن ما راهش مجالنا ولا لا، راهو الكلفه نتاع الرياضي كيما تو سي رفيق تقدم وقال، الكلفه نتاع الرياضي بالنسبه للبرودكسيون بالنسبه للريزلتا. انا وقت اللي نعمل البيلون اون لا جامي في تونس، عملوهم الانجليز عملوهم الفرنسيس، يعملوا البيلون نتاع الميداي قداش تكلفت له، يعمل جوز اولمبيك بعد ما يكمل يعمل يكالكول قداش تكلف الميداي في كل اتليت. احنا عملناه في الالعاب الاولمبيه ما بين قوسين، انا عملت 5 العاب اولمبيه من 2000 حتى لتوا، بريسك جوني با غاتي تو لي جوز اولمبيك كنت فيهم الا 2008. دونك في جوز اولمبيك معناها الاتليت قداش يتكلف على البلاد بجابك الميداليه هذيك، داكور، معناها وقت اللي تحسب المصروف نتاع الدوله وتقسمه على اللاعب تلقى نحن اوني البرمي في العالم. بصراحه نقول لك مش معناها تو في الميكرون اقل كلفه، معناها يعني اقل كلفه بالطبع. وقت تشوف انت الانجليز قداش جاب لك من ميداي وتحسب قداش تكلف على الدوله نتاعو باش وصلوا في النيفو هذاك من الجوناج نتاعو، خاطر ستان بلون دو كارير مينيموم تحسب ملي هو صغير، ملي هو صغير بيان سور نحسبوهم ملي صغير قداش تكلف، قداش الماتريال نتاعو، الكوستاف تكنيك كله تاع الديتكسيون، الديتكسيون اللي تعملت قبل اربع خمس سنين، انا اربع سنين حتى دو سيكل ترو سيكل اولمبيك، كيفاش عملنا ديتكسيون قداش تكلفت على الدوله باش خرج لك الزبده هذوكم قداش تكلفوا على الدوله. وقت اللي تعمل التابلو دو ميداي صحيح سور لو بلون ايكونوميك وديبونس تلقى روحك انت تيت دو ليست، تلقى روحك 10 سنين تقريبا. احنا والله انا نذكر انا شفت عام 2012 دراسه عملتها انجلترا، فهمتني، علمت عجوز اولمبيك نتاعها ان تيت كاي تي فيت لانجلتير كي بريس كلاسي تروزيام ولا كاتريام في جوز اولمبيك، وقتها لقات روحها تقريبا في الكلاسمون 40 ولا 50. ما عادش فهمتني ولا لا، قاعده تتبع معايا ولا لا، يعني الكلفه نتاع الرياضي بالنسبه للواحد. احنا نحن مالوريزمون بون بالنسبه لي نحن مالوريزمون ما نقيموش، ما نعملوش تقييم بعد ما نشاركوا، ما نعملوش التقييم الصحيح، نعملوا اول حاجه احنا بيدنا نشاركوا، احنا بيدنا نقيموا، اي سا سي غراف، لازم حد اخر يقيمنا. معناتها التقييم عاطي في اكثر منه حاجه اخرى. والله مش أكثر منه ارقام، التقييم ديما يلزم التقييم يكون واقعي وحسب النتائج اللي عملتهم انت، كم ياسكوت لاتليت اش خدمت انت، اش وفرت وقت اللي انت تجيب ميداي دور في الناتاسيون وعندك ثلاثه بيسينات ولا اربع بيسينات فونكسيونيل دون لي نورم اونتر غيمي، راهم هذوما ثلاثه اربع بيسينات في امريكا اللي هما دي شامبيون دي موند موجودين في حومه، رد بالك يعني هما عندهم الاف البيسينات. يفو سبوزي لا كيستيون كيفاش جاك السيد هذاك؟ وهذه راهي اسكو جي هكا التنقيب يقول لك ما جاش لا ما جاش فلته، خاطر قبله ثمن ملولي سامحني مش فلته ومازال يجيب في النتائج، دونك مش فلته بالنسبه اللي يفهموا لي زيكسبير، جو بار دي زيكسبير، مو جو سوي ان اكسبير، جو سوي اكسبير في الدومين نتاعي، جو موكيب ان بو دو لافريك ودي جيريون عرب، وقت نقعدوا مع لي زيكسبير اللي كيفنا يبداو يحكيوا على كي سوبوز لا كيستيون بوركوا لا تونيزيا الفي دي ريزولتا كوم سا سي ماجيك. وهذا في الرياضات الكل هنا سي فيصل، ما الرياضة هذا نقول لك انا عندي كلكو ريبونس، عندي كلكو زيليمون دو ريبونس، خاطر سي سي ان ديسكور امبورتون، ليليمون دو ريبونس اللي عندي انا ثم ان سيرتين انفراستركتور، ثم ان استراتيجي جايه بطبيعتها اللي هي بار اكزومبل لي سي سبورتيف، اللي هي التربيه البدنيه موجوده في المدارس الابتدائيه اللي هي امبورتونت ومهمه جدا، لاكومبانيمون دي بارون، لي بارون عندهم ديما ولدهم سي ان بروجي فامي تلقاهم ورا الاولاد نتاعهم سورتو في الانديفيديوال، وتوا جايه في الكوليكتيف، خاطر ثم ناس توا دي بارون يحط ولده في لي اكاديمي دو فوتبول ماشي في مخه اللي ولده يولي وصحيح دونك ولا ان بروجي فامي اور كو سا مش موجود في دون دوتر بيي،
تم ممكن في مصر نتكلم عن ريجيون عرب افريك خاطر جون ميتريس با ريجيون دو لوروب ولا امريكا اللاتينه دوما نعرفهمش مليح معناتها مشروع عائلي مشروع عائلي بالطبيعه احنا تو الوليدات اللي عندنا نحن اللي جايبين النتائج نتاعنا الكلهم في الالعاب الفرديه سونز اكسبسيون لا بلوبار جو ديغي 90% اللي عاملين شامبيون دي موند تلقاو راهم دي بارون هو اللي يجيب هو اللي يجيب التمويل دونك هو لو بارون سيت اون بارتي برونونت في في النجاح نتاع الوليد وهذا مهم برشا حتى في الوعي نتاع العائلات معناتها اليوم فما وعي بالطبيعه اللي اللي بالطبيعة. اللي ابنهم او بنتهم مشروع نتاع بطل فمي مشروع نتاع بطل في الالعاب الفرديه في الالعاب الفرديه ويقول لك انا نمن انا غدوه اللي ولدي حتى لو كان ما نجحش والا ما نجحش في بعض الارقام ينجم il peut garantir sa vie ويمشيها اون باراليل مع الدراسه احنا عندنا شكون لا بليبار خرجوا يقراوا في امريكا خذوا بورس داتليت دو نيفو اتونسيون يخمرهم لي بارون مومش سورتو لي بارون لي عندهم سيرتان كولتور واحد ويعرف هذا افونتاج كبير برشا افونتاج كبير فهمتني سيتان ابور يبقى تو بالنسبه للافيرون بالنسبه للافيرون يعني نحن صحيح معناها يمكن النجاح هذا اللي توا سورتو عملناه وعملنا معناها اكسبلوا بري الكوفيد عملنا دي ريزولتا اكسترودينير معناها 80 ميداي 40 ميداي سور لو بلان انترناسيونال اوفيسيال شامبيون دو موند عملنا شامبيون دافريك يعني هذا الفروي دان ترافاي كي ايتي في برشا عوام حق خدمنا وخدمنا معناها عملنا ان ترافاي معناها خلينا نقول ماهوش ان ترافاي دو بيراميد ما نجموش نخدموا بيراميدال مستحيل في الرياضات الفرديه وانك في تونس انا نمن بها الحكايه هذه وانك تعمل ترافاي بيراميدال اللي قريناه في لي انستيتيوشن اللي قريناه في الانستيتيو اللي قريناه قاعده بازك قاعده كبيره صعيبه احنا نخدموا كيفاش نخدموا اون بيلون مش معناها بيراميد رونفيرسي لا ما سانغيف با خاطر بيراميد رونفيرسي حتى تحطو تيح اما نخدمو معناها اون بيلون اش معناها اون بيلون معناها قد العدد نتاع النوادي شويه 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 تطلع بيلون. لكن البيلون فيه ريسك في ريسك وان وقت ثم كاسور يتيح كل شيء اي وتعاود مره اخرى لكن يضمن الكاليتي يضمن الكاليتي يضمن الكاليتي في السومي عندك كاليتي مش نحن برك راه ثم برشا بلدان جديدة ليتيوني تخدم هكا معناها ليتيوني تخدم هكا رومانيا تخدم بالطريقه هذه مع كلكو سبور عندها الباز في الجيمناستيك في دوتر سبور كيما لافيرون ويعملوا في ريزولتا سي دي بيلون 5 6 كلوب مش ما تسمع كلوبات فرنسا لي فرنسا المانيا بون مي لا ماس يخدم الماس خاطر سي نوتر كولتور في امكانيات اخرى تمويل احنا توا بكر الشيف اللي قلناه انت 15000 يورو قلنا الفلوكا المونوبلاس احنا قلنا مكلفه على خاطر كل شيء رولاتيف في الدنيا دي كل شيء نسبي بارابور للمويا والبودجي نتاع الفيدراسيون يظهر لي يكلف معناتها بارابور البيزون تاع لونترينمون نو وي سي نحن اون ايو كيلكو زوكازيون بور اشا دو ماتريال نحن بور ليستوار معناها نحن اول مره اكبر اشا شريناه اون 2001 نحن البوان دانفليكسيون معناها اللي عرفنا فيه الصعود نتاعنا في 2001 وقت اللي جات 2001 و 2001 داير بور ليستوار واللي مغرومين بالرياضه واللي يسمعوا فينا تو في الراديو يعرفوا الالعاب المتوسطيه اللي نظمناهم لعبنا عملنا 67 عملنا 2001 67 وربحنا منهم حاجات مهمه 67 تحلت تيران البيسينات عملت تيران نتاع المنزه تعرفت الرياضه برشا رياضات كانت مش معروفه وتعرفت فهمتني 2001 كذلك لافيرون تعرف شرينا ماتريال وتعمل التيران نتاع رادس يعني وقت اللي تاخذ العاب في بلادك توجهتنا الالعاب الافريقيه الشاطئيه ولو انهم مش ياسر كبار كوم امباكت واحد لكن سيت اون اوكازيون لي جو بالنسبه لنا احنا خلافا البلدان اللي متقدمه ياسر تعمل دي جو بور دو دي بو دي سيتي وكل شيء احنا يعني يخلق ديناميكي ويخلي ينعوش بعض الرياضات ويعرف بعض الرياضات ويجيب الماتيريال دونك سيتي 2001 عملنا ان غران تاشا ومن بعد عملنا دي زاشا دي شامبيونات دافريك ولا في واحد قداش يشد الفلوكه قداش يشد ولا قداش اليت معناتها نتاع اليت احنا عندنا باتويت نتاع 2001 مازال لاباس عليهم لاباس عليهم اي بيان سور خاطر بالونتروتيان بالونتروتيان خاطر نحن عندنا سيرفيس يكلف لونتروتيان يتكلف عندنا دو زاجون يخدموا في شهري وي نوفون كو لونتروتيان ودي جون فورمي كاليفي دان تري غون نيفو ريباراسيون تاع الكربون مي سهله يعني نحن اون كروا بوكو سو سيستيم لا ودايور نحن دي ليدر حتى في الفورماسيون اللي زافريكان اللي يجونا لهنا نعلموهم كيفاش يعملوا لونتروتيان خاطر شوف لونتروتيان سي كلك حكم تشوفوا انتم في الفوتبول ما نحبش نحكي برشا عن الفوتبول الفوتبول في ليكيب بيدها معناها دي غروند زيكيب عندهم لونتروتيان واحد سبيشاليست في الكازون خاطر كل ليكيب ولعبها كيفاش سي لا ميم شوز راهو
في البيتش فولي كذلك انا نعرف زملائي الديريكتور تكنيك نتاع الفولي يقول لي تيران دو بيتش مش تاي بلاصه نلعب فيها البيتش فولي باش نربح انا ولا باش ناخذ نلعب دونك لو كوتي اونترتيان الرياضات المركبه معناها اللي فيها انجان مي كي سهله كيما الفورمولا كيما السيكليزم هذوما معناها يلزم ان ميكانيسيان دايور الوزاره مرصدت لنا ميزانيه للصيانه نتاع القوارب و ميزانيه قداش تقريبا نتاع الجامعه في حدود ميزانيه الجامعه بين تيتر 1 و 2 دون لو تيتر 1 اوني بريسك 200000 تيتر 2 اوني بريسك 300000 بلس لي كونترا دي زاتليت كي سون لترانجي خاطر عندنا دي زاتليت دو نيفو عايشين برا كيما محمد الطيب دونك عنده كونترا دونك اوني اون تورن اوتور دو 600 700 مي نحنا زاد عندنا مداخلنا الذاتيه معناها احنا من الجامعات اللي عندنا مداخلنا الذاتيه نعملوا معناها ننظموا دورات نعملوا هذوما التربصات اللي في تونس دخلنا الفلوس واحنا يا ريت هذه فرصه معناها على في الراديو وديما نحكي فيها وديما انا جو باتاي بور سا يعني ثم لي جي بي يو هما لي جيستيون دي بيدجي بور اوبجيكتيف الوزارات الكل معناها فهمتني ديما لو كوتي لي انديكاتور دو ريوسيت ولي انديكاتور دو بيرفورمانس اللي يمشيو عليهم في الجي بي يو في وزاره الرياضه هما النتائج عدد المجازين و و و لكن ثم حاجه نقطه مهمه هما مقتنعين بها لكن ما ينجموش يطوروها لازم العقليه تتنح اللي هي انت كجامعه قد ما تجيب فلوس لازم ينزيدك مش ننقص لك صحيح. يعني انت كي تمشي لامريكا تاخذ كريدي كي تاخذ كريدي من عند بانكا قد ما تعطي في امريكا واي بانك تقولها راني انا عندي كريدي ما عنديش حتى كريدي ما تعطيكش بالعكس اما كي تقولها راني عندي ماخذ كريدي من 12 بنك اش باش تقول سولفاد يعني عنده 12 كريدي هو مازال ما دخلش حبس السيد هذا دونك اموره واضحه دونك او كونترير وقت اللي انا كجامعه وقت اللي نجيب لك انا الفلوس وقت اللي انا نجيب أنا نوعدك في الكونترا بروجرام تاعي اوتو فينانسمون باش السيكل اولمبيك يجيبك 30% دي فون بروبر معناتها انت مره جيت تشجعني وتعطيني خاطر باش تشجع انت المكتب الجامعي سون دي بينيفول باش يجيبوا الفلوس الو نحن اي اوسي تري امبورطون حكينا فيه برشا مرات مع زملائي مديرين فنيين زادنا المدير الفني يزم عنده كل ابروش نتاع الايكونوميك نتاع يجيب الفلوس يضرب يجيب الفلوس يفهم ساعه في امور الاقتصاديه صحيح كيفاش يخدم يفهم كيفاش يقرا بيجي بار اكزومبل جو مرابيل مره ما نعرفش كان انا لا فيدراسيون فرونسيز دو تينيس جايب ديريكتور تكنيك عامل فينونس معناها يجيب الفلوس يقول لي احنا التكنيك راه عندنا لي زونترونور يفهموا وهذوما الرياضات رفيق مهم برشا معناتها كي نحكيو على الامور الماديه معناتها طبعا معناتها اليوم معناتها كيفاش انه اليوم الرياضات هذه تنجم تجيب الفلوس الديسكور نتاع اللي يقول يتقال في الافيرون تقال في التنس دو تابل الجمعه اللي فاتت تقال في الناتاسيون شوف كل رياضه عندها مواردها وعندها مصاريفها وعندها لو بلوز امبورطون قدرتها باش تجيب نتائج لو بلوز امبورطون تجيب فلوس كيفاش تجيبوا الفلوس عندنا برشا طرق باش تجيبوا فلوس فما ليفينمونسيال تنظيم الدورات فما الاستشهار والاشهار بجميع انواعه وبالمبالغ اللي يجيبها حتى بالعلاقات الخاصه فما بال تعاون مع الجامعات الاجنبيه والاتحاد الدولي راهو سي وقت اللي تاخذ دي زيت اون ناتور ما تاخذهمش فلوس معناتها ليكيد يدخل في الحساب يلزم تكون رياضه اي رياضه تكون ناجعه تكون عندها فيزيبيليتي تكون عندها صيت تكون منظمه الناس اللي يخدموا في الرياضه هذيك يكونوا دابور متفاهمين تلاحظ حاجه الرياضات الفرديه تلقى فيها برشا مشاكل وبرشا صراعات ما تجيبش برشا فلوس راهو الكوريلاسيون واحد الرياضات اللي تلقاهم بلوز موا هادئين فماش رياضه هادئه 100% وتلقى رياضه منظمه نستخدم عندها دي زيفينمون عندها السمعه والصيت نتاعها خارجيا دونك لازم اليوم زاد كيف نعاودوا نفس الديسكور الدوله دونك الميزانيه نتاع الدوله وزاره الرياضه تمثل 1.3% من ميزانيه الدوله الكل مانيش باش نقدموا برشا انت اليوم كان ميزانيه الرياضه تولي 3-4-5% اذا انت 600 تولي مليار و400 مثلا عند الافيرون يطير يجنح ومليار و400 مش حاجه كبيره راهو كي نشوفوا المبالغ اللي تحط في الدوله التونسيه في شركات فالسه عموميه كي تحط في دي فون بيردو راهو كي تحط في الرياضه تتحط في جامعات خاصه الفرديه اللي تجيب القاب راهو مهم برشا سيت اون كيستيون ديفيسيونس احنا نقولوا في الايكونومي اش معناتها ايفيسيونس بشويه موارد تعمل برشا حاجات هذا هو وهي الحلقات الكل تربح طبعا الحلقات تربح انت اليوم 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 احنا ماشيين في تمشي الرياضه ما عادش رياضه نتاع الهوايه فقط به جانب الهوايه يعلمك الباسيون تحبك الرياضه ذيك الرياضه للرياضه ما زاد الرياضه اللي تجيب القاب وتجيب فلوس وتخدم العباد وتخلق القيمه
الكري السبور هذا سان سبور كي كري دو لا فالور سي سا اش معناتها الفالور لا فالور ايكونوميك يربح فلوس اليوم يخدم العباد اليوم في فرنسا الرياضه اليوم سي ان سيكتور كي اونباوش معناتها 100,000 بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره انت كي تشجع باش يعمل في التجيف علاش مش العام كامل عندنا سورتو في الصيف وفي الربيع وقت اللي عندنا سيركوي نتاع دي كورس وجي في دي سبونسور هو عندنا برشا سبونسور وجي تتصور ويفينمون والعباد تقعد على البور نتاع لاك دو وتخلص حتى وتتفرج ويدخلوا فيها حتى مستثمرين خاصين يربح هو الفلوس تربح الجامعه تربح الناس الكل يتطلب افكار يتطلب افكار ويتطلب تشريعات ويتطلب ناس اللي تحرر الاراده الذاتيه يلزم انت اليوم في جامعه ولا في وزاره الرياضه هي وزاره الشباب ونحب ولا ما نحبوش احنا اليوم الموديل نتاعنا ثم حاجه اخرى سامحني سي فيصل لحظه برك الموديل نتاعنا في الرياضه قايم مازال اليوم قايم على لومبريز اليوم وزاره الرياضه واداره النخبه اللي هي اللي عندها المفتح الكل في ايديها وحتى اي جامعه تجي حتى فيها ناس يجيبوا الفلوس وعندهم علاقات باقي فما التاثير دونك اذا انت تحب تحكم زاد عاوني فينانسيرمون واضح انا نقول حاجه اخرى ثم خاطر نحن لابروش تو نتاع القاعده هذه سي بلوتو ايكونوميك كو بلوتو سبورتيف اما خلينا نحكيو على انا نقول البي بي بي البارتنيريا بيبليك بريفي مهم جدا كيف وحنا نحن من الجامعات اكزومبليغ في هذه علاش اكزومبليغ مش باش نفخروا روحنا نحن ما نحبش نقول شكون الشركه اللي قاعد نخدموا معها اما الناس الكل تعرفها اللي لاهيه بالبحيره كل دونك نحن من الاول من عام 90 معناها وقت اللي هي تعملت البحيره ونظافه الماء وكل شيء عيطوا لنا وقالوا لنا كاسكو معناها عندنا رئيس الجامعه اللي تو هو سليم ابو بكر هو كان يخدم في البحيره وقال كومون بو فير انيمي ست هالبحيره اللي كانت قبل تسمى قنبطه والناس الكل في تونس تقول لك شنو هو هذا ماء مسخ ودرا شنو واحد نحن اون ابخي لو اون ابخي لو ريسك جينا وما نظيف وقتها مش مسخ خاطر نظافه وكل شيء احنا والفوال الفوال جاو عملوا زاد وقتها كريم الشمالي تو هو في المواد البدنيه في قطر دونك وعملنا جورني اي دوبوي من نهارتها كلبنا معناها بنينا الكلوب هذاك الكلوب ديولاك بنته لنا الشركه وتو انا دي بارتنير معاهم بنوا لنا الانفراستركتور وكل شيء دونك تشوفوا انتم وقت اللي تشوفوا البحيره سي ان بروجي بور كو لي جون خاطر عام 90 ما بداوش تبيعوا التيرانات باش تبدا تعرف بلا سافيرش سان ديباس با 50 دينار المتر كاري تو حاجه دونك وقتها العباد بور كونفانك لي جون تيان اي الكليون اللي باش نبيعوا له تيران جيبوه يشوف الافيرون ويشوف الماء كيفاش الناس تتحرك كل شيء مشكوره هي الشركه والتوا ما زالت تدعم فينا وتوا نتعمل دونك لا بارتنريا البارتنريا بيبليك بريفي مهم جدا جدا يفو كو سوا يفو لو ميتر اون فالور ويلزم معناها يواصل في العمليه وتوا احنا عندنا الكورنيش اللي هو اللي يسميه لاك زيرو هو اسمه لي بيرل دو لاك مش لاك زيرو بلي مش فر دونك نحن اوني اون تران دو لانيمي وجاي تو بون ثم بابور باش يعمل دوره واحد في البلاصه هذيك بابور تاكسي باش يولي دونك بون نحن نخدموا نعملوا في الانيميشن هذه مهم واضح احنا راجعين معكم شويه اخر بعد الاخبار مازلنا باش نحكيوا على رياضه التجديف في تونس وراجعين ما تبعدوش